اللي جربوا قبل كده وصفتي الكيكة الفراولة هيحبوا الوصفة دي جدا جدا جدا. بصوا قد ايه جوسي. بصوا الصوصز حلوة ازاي. دي ويبين كريم، كريمة خفق من التلاجة تبقى ساقعة، بتحط لها سكر بودرة، انا محضراها كنت بس الوقت ما اسعفناش، شوية فانيلا بتضرب في الويسك مضرب السلك يدويا او على الكهرباء وبتتحول القوام اللي انتوا شايفينه ده. هناخد عشان نقدمها بطريقة حلوة بالسيف ايس كريم، نحط معلقة كده على وشها وممكن كمان نحط عليها ده ورق ليمون وناخد حباية فراولة عشان يبقى شكلها لذيذ. ايه رأيكم بالديزرت السيمبل البسيطة الحلوة دي؟ عملنا النهاردة وصفتين بعجينة واحدة فيها اختلافات بسيطة، أدوقها معاكم حالا وأقول لكم باي باي on a sweet note. نقول باي وإحنا مندوق حاجة حلوة ولذيذة ومكملين على الفيسبوك على الإنستجرام على صفحات القاهرة والنسا. عشاق كيكة الفراولة الشهيرة، جربوا دي هتقولوا لي مختلفة. المربى اللي كنا نستخدمه والصوص اللي نعمله هي قريبة منها، بيطلع هنا جوسي أكتر. اللي بيحب الصوص أكتر يجرب الوصفة دي هتعجبه جدا. أكلاتنا للنهاردة جديدة شوية، يعني مش تقليدية مش محلية، فيها تويست كده جديد. هو موجود طبعا وصفات كتير بره، بس احنا زي ما دايما بنحب نقرب الوصفات الانترناشونال هنا وتبقى في ميز شو دايما. بحبكم جدا، مكملين دلوقتي على الفيسبوك على الانستجرام. عندي هنا اسئله كتير، واللي عايز يسالنا اي حاجه يلا على السوشيال ميديا. باي واشوفكم بكره.